وجدان الشعوب العربية والإسلامية وفي الضمير العالمي منذ عقود، وإن الجزائر لثابتة في مواقفها، وهي على قناعة بأن السلام لا يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. وعليه فإننا ندعو من جديد إلى حشد جهودنا لدعم إخواننا الفلسطينيين وحتى المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته كاملة للضغط على قوة الاحتلال بكافة الوسائل لحملها على الوقف الفوري لعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما نهيب بإخواننا الفلسطينيين في توحيد كلمتهم إن الوحدة لكفيلة بمواجهة الغطرسة الإسرائيلية واسترجاع الحقوق الفلسطينية المشروعة. أما بخصوص الأزمة الليبية التي تبقى محل انشغالنا، تؤكد الجزائر على قناعتها بأهمية اعتماد مقاربة تستند إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية ووقوفها على نفس المسافة من كل الأطراف الليبية. وستواصل الجزائر جهودها المشجعة للحوار بين أطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى توافق سياسي ينهي الأزمة وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وانسجام شعبها. كما تجدد الجزائر دعمها للممثل الخاص للأمم المتحدة في تنفيذ خطة العمل وجهوده لإنهاء الأزمة. وفي هذا الإطار ترحب بلادي بعقد الملتقى الوطني الجامع للأطراف الليبية المقرر عقده بمدينة غدامس للاتفاق حول خارطة طريق. أما بشأن الوضع في سوريا، فإنه يتوجب علينا دعم الديناميكية الحالية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة بين كل أطراف سوريا بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها ووحدتها الترابية. وبشأن قضية الجولان، فإن الجزائر ترفض بشدة القرار الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هذا الجزء من التراب السوري المحتل لكونه مخالفاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981 ولمقتضيات الشرعية الدولية. وبالنسبة للوضع في اليمن الشقيق، فإن الجزائر تدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة وتعلق آمالاً كبيرة على تجسيد ما توصل إليه الفرقاء اليمنيون في مباحثاتهم الأخيرة في ستوكهولم وتوفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي بما يضمن وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره ونسيجه المجتمعي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن النزاعات في منطقتنا العربية تضعنا أمام تحديات أمنية كبيرة متمثلة خصوصاً في استفحال ظاهرة الإرهاب والأفكار المتطرفة والجريمة المنظمة بما فيها تلك العابرة للحدود وتجاوز وتجارة المخدرات وتبييض الأموال وتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ما يستوجب تعزيز آليات التنسيق بين دولنا ومع محيطنا المباشر والمجتمع الدولي لمجابهة هذه الآفات التي باتت تهدد أمن واستقرار بلداننا كما تهدد الأمن والسلم دوليا. ختاما، إن بلادي تعلق آمالا كبيرة على هذه القمة للدفع قدما بمسار عملنا العربي المشترك، ولن تدخر أي جهد في تدعيم كل المساعي الرامية إلى تنقية الأجواء ورص الصف العربي وتعزيز أسس الحوار والتنسيق والتشاور بين بلداننا والدفع بالتضامن العربي بما يمكن شعوبنا من تجديد آمالها في مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر معالي السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأعطي الآن الكلمة إلى معالي الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع جمهورية السودان، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بمقامه وجلاله وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أخرجنا من ضلالات الأنفس وظلمات الجهل وفاسد الاعتقاد، وعلى آله وصحابته وسلم. صاحب الفخامة الرئيس الباجي غايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة ورئيس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، صاحب المعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور أحمد أبو الغيط، أصحاب السعادة والسيادة، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في البدء أن أنقل لكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وأن أزجي أسماء آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الباجي غايد السبسي وعبره لحكومته وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتمهيدهم وتجهيزهم لاجتماعاتنا هذه، وكلنا ثقة في إن رئاسة تونس للدورة الحادية ستشهد إنجازات مقدرة. وأتوجه كذلك بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لرئاستها للدورة السابقة للقمة بكفاءة وحكمة، ولجهود المملكة التي ظلت تبذلها لخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية. ولا يفوتني أن أتقدم الشكر والعرفان لمعالي الأخ معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وللعاملين بالأمانة العامة على حسن استعدادهم وترتيبهم لهذه الدورة وعلى إسهاماتهم في دفع العمل العربي المشترك. ثم نؤكد إيمان السودان الثابت بدور الجامعة العربية في توحيد الأمة والتعبير عن مصالحها وتطلعات شعوبها لتحقيق قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأرجو أن أتقدم باسم رئيس وحكومة وشعب السودان بخالص العزاء وصادق المواساة عن بعض الأحداث الحزينة التي حدثت في كل من العراق ومصر والصومال، فالعزاء لرؤساء هذه الدول ولقادتها ولحكوماتها وشعوبها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لا أشك أنكم تابعتم التحديات والظروف الاقتصادية التي مرت ولا تزال تمر بها بلادنا، والتي أدت لأن تشهد بعض أجزائها احتجاجات تفهمنا مسبباتها، الأمر الذي حث القيادة لاتخاذ قرارات وتدابير لإيجاد حلول ووسائل لمعالجة تلك الظروف والتحديات. ولقد كانت للوقفة المخلصة لأشقائنا العرب كلهم جميعا وحرصهم الأكيد على أمن واستقرار السودان دورا مقدرا في تجاوز تلك الظروف. وهنا أود أن أؤكد أن الحكومة السودانية ماضية في متابعة تنفيذ مخرجات مبادرة الحوار الوطني، مستصحبة أوسع مدى من الوفاق والتراضي دون استثناء أو إخصاء، إنفاذا لالتزاماتها الدستورية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد ظلت وستظل قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية المحورية، ونؤكد على موقف السودان الراسخ والداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة تحت رئاستها وباختيار شعبها وعاصمتها القدس الشريف، ونؤكد رفضنا التام لكل الإجراءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفصيل الفلسطيني، ونطالب المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته تجاه حمايته، كما نثمن الدور الكبير الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ونطالب كذلك بتكاتف الجهود لسد العجز الكبير في موازنة الوكالة وموازنة حكومة فلسطين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد ظل السودان انطلاقا من مبدأ القوة العربية والجوار والمصير المشترك يشارك في جهود تحقيق المصالحة السياسية بين الأطراف الليبية من أجل الوصول لحل سلمي يعيد لليبيا أمنها ووحدتها، ويؤكد موقفه الداعم للحل السياسي عن طريق التفاوض والحوار بين كافة الأطراف، ويساند ويدعم كافة الجهود لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا. وفي هذا الإطار فقد استضاف السودان مؤتمر دول الجوار الليبي في نوفمبر الماضي 2018، كما شارك في فبراير الماضي في اجتماع اللجنة الفنية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن السودان وفي إطار حرصه على استقرار اليمن الشقيق ظل ومنذ بداية الأزمة مساندا للحكومة الشرعية، وظل يدعو لاستئناف الحوار من أجل حقن الدماء والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة وسيادة واستقلال الأراضي اليمنية بناء على المرجعيات الثلاثة، فضلا عن اتفاق السويد الأخير. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن بلادنا إذ تؤكد على أمن واستقرار الشقيقة سوريا ووحدة أراضيها، نرفض الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، كما نرفض محاولة ضمه للكيان الصهيوني، ويدعو السودان إلى ضرورة إعادة السلام لسوريا عبر حوار وطني شامل وتسوية سياسية تلبي تطلعات الشعب السوري بما يحفظ سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أصبح الإرهاب آفة عالمية يستلزم أمر مكافحته التنسيق الجاد من أجل تجفيف منابعه وقفل معابره واقتلاعه من جذوره وإزالة مسبباته، ولعل المجزرة الإرهابية التي أدت إلى وفاة حوالي 50 مصليا في نيوزيلندا خير شاهد، ولقد هزت الضمير الإنساني وأدانها الكل بأبلغ دلائل الشجب والإدانة. ونرجو أن يجد قرار منظمة التعاون الإسلامي الأخير بالدعوة لأن يكون يوم 15 مارس من كل عام يوما دوليا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، والدعم والمساندة من مجلسكم الكريم، فضلا عن تكثيف جهود الجامعة مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. أصحاب الجلالة والفخامة السمو، ختاما لا يفوتني في هذه السانحة أن أجدد شكرنا وتقديرنا لمجلسكم الكريم ولمؤسسات الجامعة العربية على دعمها المستمر لجهود السودان في تحقيق الأمن والاستقرار، ونزجي شكرنا وتقديرنا لفخامة الرئيس الباجي غايد السيبسي وعبره لشعب وحكومة جمهورية تونس الشقيقة، ولكم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإننا لعلى ثقة بأن مؤتمرنا هذا سيخرج مما نتطلع إليه وتتطلع إليه أمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر معالي الفريق. أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع، وأعطي الكلمة الآن إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمملكة البحرين، فليتفضل. فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، رئيس القمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أنقل لفخامتكم خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتمنيات جلالته لأعمال القمة. كل توفيق ونجاح بما يسهم في دعم مسيرة عملنا العربي المشترك في مختلف المجالات، معرباً لفخامتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة منذ أن حللنا ببلدكم العزيز تونس. ويشرفني يا فخامة الرئيس أن ألقي الكلمة الموجهة من حضرة صاحب الجلالة الحمد بن عيسى آل خليفة إلى هذه القمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نتقدم لأخينا فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بخالص التهنئة على تسلمه رئاسة القمة العربية في دورتها الاعتيادية 30، متمنين لفخامته كل توفيق في قيادة مسيرة العمل العربي للفترة المقبلة لما فيه خير قضايانا العربية العادلة وتحقيق مصالحنا المشتركة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الجمهورية التونسية الشقيقة والمكانة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي. كما نعرب عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على جهوده المباركة ومساهمته الكبيرة في تعزيز العمل العربي المشترك أثناء ترأسه لأعمال القمة السابقة. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، تنعقد هذه القمة في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات ومخاطر في هذه المرحلة من تاريخها الحديث، الأمر الذي يستوجب منا توحيد الصف والعمل على تطوير آليات عملنا المشترك سواء في إطار جامعتنا العربية أو زيادة التنسيق والتشاور والتعاون بين دولنا الشقيقة في ضوء ما ينص عليه جدول أعمال هذه القمة وما سوف يخرج به من توصيات وقرارات تحقق المصالح المشتركة لأمتنا العربية في التنمية الشاملة التي تقوم على تطوير التعليم وبناء الاقتصاد وصيانة الأمن والاستقرار. وبناء على ما تقدم، فإن تحقيق ذلك يقوم على إقرار السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، يأتي في مقدمته حل القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقه المشروع كغيره من الشعوب في قيام دولته المستقلة الكاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمة القدس الشريف التي ندعو إلى المحافظة على وضعها بالنسبة للعرب والمسلمين وطابعها التاريخي العريق استناداً إلى ما جاء في مبادرة السلام العربية ووفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. تابعنا ونتابع باهتمام وقلق الأوضاع غير المستقرة في بعض من دولنا العربية الشقيقة، ونأمل أن تسفر الجهود الوطنية والدولية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها ووحدة ترابها. فبالنسبة للوضع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، نؤكد على أهمية حماية استقلالها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، ونبارك الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات الأمم المتحدة بمشاركة فعالة ودول عربي نشط بما يضمن سيادتها على جميع أراضيها بما فيه هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، رافضين أي ادعاءات أو قرارات خارجية بهذا الشأن، مؤكدين موقفنا الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة. كما نؤكد دعمنا للجهود التخلص من الجماعات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والدولية تحقيقاً لطموحات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية، مؤكدين في هذا السياق دعم جهود السيد غير بدرسون مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا. أما الجمهورية اليمنية الشقيقة فإن الوضع لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لنا ولدول المنطقة، وخاصة في ظل التدخلات الإيرانية المباشرة ودعمها المتواصل لجماعة الحوثي الانقلابية التي تعمل على تعطيل تنفيذ جميع ما تم ويتم الاتفاق عليه، وخاصة في اجتماع ستوكهولم الأخير، وذلك بغية استمرار الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأزاء ما يجري فإننا نؤكد دعمنا الكامل للشرعية في اليمن، وحدة أراضيه واستقلاله، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل مبني على الثوابت الأساسية التي تقوم عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 بمساهمة فاعلة من الأمم المتحدة، مؤكدين على الدور الهام للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهود قوات الحكومة الشرعية في استعادة الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن الشقيق. وأزاء ما تشهده ليبيا الشقيقة من اضطرابات وعدم استقرار فإننا نجدد دعمنا لكافة الجهود الهادفة للمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة لتكون قادرة على القيام بمهامها في التصدي للإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، بما يحفظ لليبيا استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. وننوه بالجهود المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة للتوصل لحل سياسي وتحقيق المصالحة والتوافق الوطني، مشيرين بالدور الإيجابي لدول الجوار الليبي لحل هذه الأزمة. أصحاب الجلالة والسمو الفخامة يزخر جدول أعمال القمة ببنود في غاية الأهمية بما فيها ما يخص الإرهاب ومكافحته وصيانة الأمن القومي العربي من هذا الوباء المدمر وما نتج وينتج عنه من حصد للأرواح وتدمير الدول، مجددين في هذا الصدد موقفنا الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مكانه ومرتكبه ودوافعه وحيث مرتكب، مع التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها الفكرية والمالية، مجددين في هذا الصدد إدانتنا لتلك الأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الإسلام أو تلك التي تستهدف المسلمين الأبرياء في جميع أنحاء العالم، حيث أنها أعمال إرهابية مدانة ومنافية لجميع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية. فخامة الرئيس، الحضور الكرام، في ظل ما يواجهه الإرهاب من إدانة فإن إيران لا تزال هي الراعي الأول للإرهاب بما يشكله من تهديد سافر ليس على أمن واستقرار دولنا فحسب، بل وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي عبر تدخلاتها في شؤون الدول العربية ودعمها متعدد الوسائل للعنف والتطرف والإرهاب والتنظيمات الإرهابية وإثارة الفوضى وزعزعة الفتن وزرع الفتن للإضرار بأمن دولنا واستقرارها ومصالح شعوبها. كما أن مواصلة إيران تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي مخالفة صريحة للقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ويمثل تهديداً لأمن المنطقة وشعوبها، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود للتصدي لهذا الخطر وزيادة الضغط على إيران للالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وفق ما نص عليه المواثيق الدولية. وفي سياق تهديدات إيران لأمن المنطقة فإن استمرار احتلالها لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى يستوجب مطالبتها بضرورة التجاوب مع المساعي الحثيثة لدولة الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث من خلال التفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مجددين دعمنا التام لحق الإمارات في السيادة على هذه الجرة. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، إذا تجدد تمنيات أجدد تمنيات لأعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح. يسرنا الإشادة بالجهود التي يبذلها معالي الأمين العام الجامعة للدول العربية سيد أحمد أبو الغيط وجهاز الأمانة العامة لتطوير وتعزيز دور الجامعة العربية وتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبما قاموا به من عمل للتحضير والإعداد لهذه القمة، مجددين شكرنا وتقديرنا للشقيقة تونس لاستضافة القمة وتوفير عوامل النجاح لأعمالها، داعين الله التوفيق للعمل لما فيه خير وصالح أمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس المجلس الوزراء لمملكة البحرين، وأعطي الآن الكلمة إلى معالي السيد أحمد عيسى عوض وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، فليتفضل. شكراً الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس الباجي قائد سبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، رئيس الدورة العادية 30 للقمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية، الذي كان يود بشدة أن يشارك في أعمال هذه القمة الهامة مع شقائه قادة ورؤساء العرب، ولكن لم يتمكن من المشاركة لظروف طارئة، وهو يتمنى للقمة كل النجاح والتوفيق وأن تحقق أهدافها المنشودة وتعالج قضايانا فيما يعزز عملنا العربي المشترك. وإنه لشرف عظيم لي أن ألقي هذه الكلمة نيابة عن فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية. ويسرني بهذه المناسبة المباركة أن أتوجه بالتهنئة الحارة لفخامة الرئيس الباجي قائد سبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على تولي رئاسة هذه الدورة للقمة العربية، كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لجمهورية التونسية رئيساً وحكومة وشعباً على ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن الوفادة منذ وصولنا إلى هذه الأرض الخضراء الكريمة، متمنين لتونس الشقيقة مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار. والحق أن تونس تمتاز بنضج سياسي وحكمة رشيدة في انتقالها الناجح إلى الاستقرار والديمقراطية، ومن الإنصاف إشادة تونس في مواقفها الثابتة لحفاظ والدفاع عن القضايا العربية، والحضور العربي مثال يحتذى به في هذا الوطن العربي الأصيل. كما يسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على رئاسته للدورة السابقة للقمة العربية وما بذله من جهود جبارة، والتي ساهمت في متابعة قضايانا العربية والإدارة الحكيمة التي كانت لها الأثر البالغ على عملنا العربي المشترك. وكذلك أود أن أعرب عن امتناني للجهود المثمرة التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة الدولية وعلى رأسها معالي الأخ الأمين العام أحمد أبو الغيط في دفع عملنا العربي المشترك نحو الأفضل، وفي الإعداد الجيد وحسن التنظيم لأعمال القمة. وشكر موصول لأصحاب السعادة السفراء والمندوبين على الأداء المميز والرفيع. أخي الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، يأتي انعقاد هذه القمة الهامة في وقت تواجه منطقتنا العربية أزمات والتحديات مختلفة وتتضاعف فيه الأخطار، حيث البعض من دولنا لا تزال تمر بظروف أمنية حرجة، الأمر الذي يجعل ضرورة حتمية إلى تنسيق وتضامن أكثر من أي وقت مضى، وذلك لتحقيق الاستقرار الذي بدونه لا تنمية ولا عمران لبلداننا ولا رفاهية ولا عيش كريم لمواطنينا، وهذا يتطلب تعاونا غير مسبوق بين دولنا، وخاصة في مجالات تبادل المعلومات الأمنية والخبرات التكنولوجية الحديثة. ولا يخفى عليكم أن الإرهاب يظل من أخطر التهديدات بأمن واستقرار وطننا والعالم أجمع، فإن انتشار ظاهرة الإرهاب وتبعاتها أثرت سلباً على التنمية لمجتمعاتنا، وخلفت تزايداً أعداد النازحين واللاجئين من وفي بلداننا، رغم الجهود المبذولة من قبل دولنا في محاربته على مختلف المستويات. وفي هذا السدد نؤكد على عزمنا في مواصلة التعاون والتنسيق فيما بيننا لاستئصال هذه الآفة من جذورها بكل ما أوتينا من قوة، وأنا على ثقة تامة من أن عزيمتنا على تسدي مشاكل الحاضر والتحديات المستقبل تمكننا بإذن الله في مواجهتها عبر التضامن والتكامل العربي الفعال والبناء، وذلك انطلاقاً من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية، فإن التنمية الشاملة هي التي تعالج بطريقة مختصرة التحديات الراهنة وتشكل بوابة لمواكبة العصر، وهو الأمر الذي لا غنى عنه في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنطقتنا. أخي الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، فيما يخص الصومال، فإن حكومة جمهورية الصومال الفدرالية حققت تطوراً إيجابياً في الفترة الماضية كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة قبل شوية في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمصالحة الوطنية، كما عززت النظام الفدرالي والتوافق السياسي بين المركز والأقاليم، حيث ركزت الحكومة أيضاً اهتماماً خاصاً على تعزيز دور المرأة الصومالية والشباب الذي يمثل أكثر من 70% في سكان الصومال، ومشاركتهما الفعالة في القضايا الوطنية التي تساهم في تحقيق التنمية، وذلك توفير فرص العمل وتطوير المهارات والإشراك في عمل المؤسسات الحكومية، وهو ما يعد استثماراً في المستقبل. ولكن لا تزال الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم لكي تتمكن من بناء مؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ برامجها الأولوية في الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. لذلك نطلب من أشقائنا تنفيذ القرارات ذات الصلة بالصومال في القمم السابقة، وخاصة إعفاء الديون الخارجية والدعم المالي لموازنة حكومة الصومال ودعم مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية مواردها. وفي هذا الإطار فإن أهمية وقيمة القرارات تكمن في تنفيذها لا في اتخاذها. أخي الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أما حول القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، نؤكد التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي والقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن، ونقف إلى جانب أشقائنا في دولة فلسطين، ونؤيد حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير قابل للتصرف. وفيما يخص التطورات في سوريا الشقيقة، نجدد التزامنا الكامل بوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في الاستقرار الأمني والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما نؤكد أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في حل سياسي القائم على مشاركة جميع أطراف سوريا وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن، فأؤكد على موقفها الثابت باعتبار الجولان موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضاً عربياً محتلاً وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981. كما نؤكد تضامننا الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة في وحدة وسيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها، كما نؤكد مجدداً على ضرورة الالتزام بالحوار الوطني والحل السياسي الشامل. كما نحن نقف إلى جانب أشقائنا في اليمن في استمرار دعم جميع إجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية، ونؤكد وقوفنا بجانب تطلعات شعبه في الحرية والاستقرار الأمني والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، ونجدد تأييدنا الكامل بموقف الحكومة اليمنية في التمسك بمرجعيات الثلاثة المتمثلة بمبادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وندعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لإنجاح العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها. لذلك ندعو مجددا مزيدا من التعاون والتنسيق في استعادة الدور العربي وتفعيله من خلال إيجاد رؤية عربية موحدة في تجاوز خلافاتنا الداخلية للمصلحة العليا، وتعزيز تضامننا العربي في سياساته الداخلية والخارجية، ولا بد من استفادة من قدراتنا البشرية ومواردنا الاقتصادية التي تساعدنا على تنمية منطقتنا لتنفيذ رؤيتنا العربية المشتركة، وكذلك توحيد مواقفنا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في ظرف زمني تتوحد فيه الأمم. أخي الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، وأخيراً قبل أن أختتم كلمتي أود التنبيه إلى أن انتشار ظاهرة إسلاموفوبيا لا تقل خطورة عن الإرهاب، والعنف الذي تواجه الأقليات المسلمة في المجتمعات الأخرى يأتي من تطرف يميني، حيث ترتفع نسبة الهجوم بين الحين والآخر، وهذه الظاهرة هي كراهية وخوف من الإسلام والمسلمين، ونعتبرها مرض عقلي وشكل من أشكال العنصرية الذي يراد به تشويه صورة الإسلام والمسلمين. ولذا ندعو إلى نبذ خطابات الكراهية والعنف المنبثق عنه، وكذلك ندعو إلى تكوين جماعات الضغط الإسلامية لمكافحة هذه الظاهرة في ديمقراطيات الغرب، ونؤكد دعمنا في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين شعوب العالم، وننتهز هذه الفرصة السانحة لإشادة الموقف العاقل النبيل الذي اتخذته الحكومة النيوزيلندية تجاه الهجوم العنصري الذي تعرض لها المسلمون في بلادها مؤخراً. وفي الختام نجدد عزمنا في بذل كل الجهود لخدمة قضايا بلداننا، وأن يتمكن العمل العربي المشترك من التشارك والتشاور، وندعو الله أن يوفقنا بما فيه خير أمتنا، وأن يسدد جهودنا لتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها وطننا العربي، بما يعزز أمننا واستقرارنا ويحقق ما نتطلع إليه شعوبنا من ازدهار والرخاء. وأخيراً أكرر الشكر لفخامة الرئيس رئيس الجلسة ومعالي الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل الحاضرين في هذا الاجتماع، ونرجو هذه القمة قمة العزم والتضامن كما سماها الرئيس باجي غاي السبسي كل نجاح والتوفيق، ودمتم في عون الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد أحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، وأعطي الآن الكلمة إلى معالي السيد الأمين سيف اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزر القمر المتحدة، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا رب كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فخامة الرئيس الباجي قائد سبسي، رئيس الجمهورية التونسية، رئيس القمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الجمهورية التونسية حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظينا بهما أنا والوفد المرافق لي منذ وصولنا إلى هذا البلد المضياف. كما يسعدني أن أنقل إلى حضراتكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، الذي شرفني بتمثيله في قمتنا هذه وتمنياته بأن تتوج أعمالنا بقرارات ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا ومنطقتنا العربية. وإذ أهنئ فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، على رئاسة هذه القمة متمنياً له كل النجاح والتوفيق، أتشرف بإسداء الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على ما بذله من جهود خلال توليه رئاسة قمتنا السابقة ومساعيه الدؤوبة للنهوض بعملنا العربي المشترك. والشكر موصول كذلك إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وكافة موظفيها على الإعداد الجيد لهذه القمة. سيد الرئيس، تأتي هذه الدورة في الوقت الذي تواجه منطقتنا أزمات عصيبة وتهديدات رهيبة وتحولات مرعبة التي أفرزت تغيرات عنيفة وزادت من تعقيد أوضاع أقطارنا العربية. إن هذا الوضع الدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية يستوجب تدخلاً سريعاً من قادة الأمة العربية من أجل تدارك الأمور وإيجاد حل جذري وفوري لمواجهة هذه المخاطر والتهديدات بما يحفظ أمننا القومي ويحقق طموحاتنا للتقدم والازدهار. هذا ويلزمنا أن نحارب بكل الوسائل ظاهرة الإرهاب والتطرف وكل ما يؤدي إليهما في منطقتنا وفي جميع أرجاء العالم. وفي هذا السياق فإننا ندين بأشد العبارات المجزرة التي وقعت في مسجدين بمدينة كريستشيرش في نيوزيلندا، كما ندعو المجتمع الدولي إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب وإلى عدم التسامح مع الإيديولوجية المشجعة على العنف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، إن القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية والمحورية والتي يعد جوهرها الصراع في المنطقة العربية بأسرها في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فلا يفوتني في هذا المقام لا أن أجدد موقف حكومة جمهورية القمر المتحدة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة، إن تعزيز التضامن العربي يبقى النهج الأمثل لرفع بعض التحديات التي تواجه الأمة العربية، كما هو السبيل الأقوم لتحقيق تطلعات شعوبنا المشروعة في ضمان وتوطيد الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق بين بلداننا وتوحيد مواقفنا والتحدث بصوت واحد عن قضايا أمتنا العربية. أيها السادة والسيدات، إن جمهورية القمر المتحدة أجرت انتخابات رئاسية في 24 مارس 2019 في جو هادئ ونزيه تحت رعاية كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وبعض الدول الصديقة، وأدت إلى إعادة انتخاب فخامة الرئيس عثمان غزالي لسنوات الخمسة القادمة. وعليه أود أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة بلادي أن أعبر عن مدى شكرنا البالغ لجامعة الدول العربية وللدول الشقيقة الداعمة لبلادنا على على ما بذلوها من جهد من أجل إنجاح هذه الانتخابات. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد التعبير للجمهورية التونسية الشقيقة عن مشاعر التقدير للجهود التي بذلتها لإنجاح أشغال هذه القمة، داعياً المولى عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه خير وأمن واستقرار بلداننا. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير أمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد الأمين سيف اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزر القمر المتحدة، وهو آخر متكلم في هذه الجلسة العلنية. وبطبيعة الحال الآن سنشرع في الجلسة المغلقة، ونحن بانتظار سيادة رئيس الجمهورية الذي سيحل حالا يعني بعد بضع دقائق إلى القاعة، ونرجو من وسائل الإعلام من ضيوف القمة مغادرة القاعة حتى نتمكن من الشروع في الجلسة المغلقة. وشكرا.